سي جواد أساتور، سي كريم، كيف حالك؟ الله يحفظك ونج. كي غاد الأمور؟ الحمد لله. خلو نيشان في نيشان نيشان. قبل ما نبداو كنا كنهضروا على الماركتينغ سيلز، والماركتينغ فهاديك عرف شنو هو الماركتينغ، ولكن بغيتش انا هاديك عرف، لان عرف كلشي يقدر يديرها، ولكن عطيني انت كيفاش كتشوف الماركتينغ الا غتعتبرو شي شخص، شنو هما المواصفات ديالو؟ بالنسبه لي الماركتينغ هو واحد الشخص اللي بحال شي طوموبيل كيوصل الناس من الحاله ولا الوضعيه ديالهم دابا، الوضعيه اللي طالبينها اترافير واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس. مثلا عندنا واحد المجتمع اكس، واحد المجموعه ديال الناس اكس، وما فواحد الوضعيه اكس، هذيك الوضعيه اكس ما عجباهمش وبغاو يمشيو واحد الوضعيه ايغريك اللي هي لا سيتوياسيون ديزيري، فيها الشخصيه ديالهم اللي هما باغينها. انت كماركتور ولا الماركتينغ هو الوسيله باش كنهزو واحد الحل ولا واحد الطوموبيل، كنقنعوهم بانه راه هذيك هي احسن وسيله باش ينتقلوا من الحاله اللي فيها هو دابا للحاله اللي باغيهم. ولكن اللي تنفهموا من الاشهارات او الطريقه باش كيهضروا الناس على الماركتينغ هو ان هذاك الشخص باغي يمشي من حاله لحاله، حنا كيعتبروه على انه ما عارف والو ما فاهم والو، وبين قوسين مكلخ، وحنا غادي ندفعوه يشري داك المنتوج ديالي بواحد التقنيات اللي كتعتبر انه ما عندوش عقل، هو واحد الحاجه وعقل بسيط خصنا مانيبيوليوه باش نديو يشري هذيك الحاجه، يعني رقم بالنسبه لينا ماشي انسان. هو الا جيتي تشوفها تكنيكمون ولا نسميوها لكن زعما نشوفوها كدي تكنوكرات، غتبان لك حرشه ما فيها لا رحمه لا شفقه، اوكي، ولكن الا هبطتي للسوسيو كوانتم هيومانيتير ديالها، يعني نهبطوا للكم ديالها، غادي تلقى بانك فينالمون دوك لي تكنيك اللي كدير هي دي تكنيك كديكلونشي واحد الاحاسيس يعني عند الناس، يعني راه بصح نيت الا ما كنتيش فاهم هذاك الانسان بصح نيت شنو النيد، ماشي حتى النيد ولكن الاحساس اللي عنده، هو عنده ذاك النيد ولا ديك الحاجه، لانه في الاخر هاد النقطه ديال كلمه قلتي ديال مكلخين، الناس مكلخين خاصهم واحد لي تكنيك بساط. هو كاين جوج ديال لي فاز كبار خصوصا فاش كنهضروا على البيع، كاين ما يسمى في لي برودوي اللي ولا لي سيرفيس اللي فيهم نون براين برايس ولا الاثمنه الغير خاضعه للتفكير ولا المجهود الفكري، يعني واحد الثمن اللي الانسان ماشي ضروري يدير واحد المجهود كبير باش يشري، ولا يعني غتشري دار غتجلس تفكر اخي كريم، ولكن طلع لك برودوي ب 299 درهم، المجهود الفكري اللي غدير باش انك تاخذ داك البرودوي ماشي هو المجهود الفكري اللي غدير باش تاخذ الدار. فبالتالي حتى البيع ديال داك البرودوي اللي نو براين برايس كيكون في لاماس، خاصنا نهضروا فهمتيني لا سيتوياسيون ديال البراح، ولا كنسميه التسويق ديال البراح. هذاك التسويق ديال البراح الهدف منه هو انني نخلي البرودوي ديسبونيبل في اي بلاصه مشى، ونقنع الناس بانه راه كلشي عند داك البرودوي راه انت اللي باقي، وديك الساعه غيشري غادي يقول ناخذ 299 درهم، خداوه الناس كاملين، صدق هو هذاك ما صدقش راه ماشي لا فان دو موند. ولكن الا كنتي غتبيع واحد البرودوي ب 10000 درهم 20000 درهم 1 مليون درهم، هنا كنولي نهضروا بانه كاين واحد البيب لاين طويل، ما كنبقاوش في الماركتينغ، كنوليو في الكلوزينغ. داكوغ، وهضرتي على الاحساس، انا خصني نوصل له واحد الاحساس، ولكن انا كنوصل الاحساس باش يشري من عندي واحد الحاجه ماديه. ولكن واش انا كماركتور خصني يكون عندي ذاك الاحساس باش ندوزو ليه، ولا خصني نكون عارف غير التقنيات وصافي؟ لا، نقول لك، واحد النهار في واحد ليفنت في اكادير، كنسولني واحد الصديق واحد السؤال، قال لي كيفاش نولي نعرف الناس ولا في الكلوزين ولا في السيلز، كيفاش انني نولي نجاوب السيد على لي زوبجيكسيون ديالو رابيدمون. قلت لي كتسولني على واحد الحاجه ما كتقراش، ما عمرها غتقرا وما عمرك غادي تلقاها في شي بلاصه، كتلقاها عندك في راسك. كيفاش لي تكنيك ديال الماركتينغ ولا ديال السيلز ولا ديال الكلوزين كيف ما كانوا، عرفتي موجودين كون با بوسيبل، يوتيوب الكتوبه، راه كنقول لك كاين ليميتي ديال لي تكنيك، ولكن جوج ديال الحوايج ولا بد يكونوا عندك باش انك تقدر تبلاصي لا بون تكنيك في لو بون مومون بلا بون انتوناسيون، يعني كتحطها كتبان لك بيرفكت.
هاد النقطه كتولي تسمى الملكه. الملكه ديال انك تجاوب بالزربه على واحد لوبجيكسيون ديال واحد الكليون بكل ثقه ما عندها حتى علاقه بالمعلومات اللي عارف، عندها علاقه بشنو كدير بشنو عارف وشحال من مره درتي ديك الحاجه براتيك درتي لها البراكتيس براكتيسيتيها يعني حنا كنديروا كونجيكسيون بالدارجه لدرجه انها ولات اوتوماتيك. مثلا سولتيني على الاحساس، كاينين دي كيسيون كنسولوهم الهدف منه ماشي انني نبيع، الهدف منه هو انني نعرف هذاك السيد شنو ما كيخليهش ينعس بالليل، كيعطيني دي كارطا جوال. بحال دابا فاش كنجي مثلا كنبداو مثلا لا سيسيون ديال الكلوزين، اول حاجه كنقول السلام عليكم، ها كيفاش غدوز هاد لا سيسيون، غنطرح عليك دي كيسيون اترافير دوك لي كيسيون غادي نعرفوا واش حنايا صالحين لبعضياتنا اننا نخدموا اونصومبل ا لون تيرم. انا كنهضر على كلوزين واحد الديل، اول حاجه هنا كدير وانك كتبرهن انك راه انت اللي كتحكم كتكونترولي بعدا هاد لا سيسيون. ثاني حاجه كتولي بانه راه انت خاصك تقنعني انني خاصني نبيع لك، يعني حتى لي بوزيسيون كيتقلبوا. هذه كتبان لذاك الكليون حاجه عاديه، ولكن راه اون فوا قال داكور لا دابا انت راه قبلتي على راسك انك تكون حتى هنا وانا هنا. يعني كاينين شي حوايج ما كيحسش بهم، لدرجه انه كنجلسوا باغ اكزومبل انا واسماعيل في دي سيسيون الكليون كيحس كنحسوا به بحال كيستحس بينا بحال شي دي بسيكولوج، كيبقى جالس وكيشكي عليه فهمتي، كيوصل لواحد النيفو ديال كيدوز البيرسونيل. هنا فاش كتولي ما كتبيعش برودوي خاي كريم، كتبيع حلول، تبيع حلول. ولكن دابا ندوزو للجمله اللي قلتي قبيله ديال البراح، وفكرتيني في الاي كوميرس في المغرب، وان كتلقى نفس الناس كيبيعوا، نفس الناس متقاربين ربما في الباك جراوند ديالهم تيبيعوا نفس البرودوي او لا متقارب حتى هو في لي كاركتيرستيك ديالو بنفس الطريقه، غير هو اللي تيغوت اكثر اللي تيبرح اكثر تيبيع. واش دابا زعما هذا هو كاين هنا ثاني الا جينا نهضروا على واش اخلاقي ما اخلاقيش، واش زعما النيفو الكواليتي ولا ماشي كواليتي، ما كاينش جواب صحيح، لانه واش خدام ولا ما خدامش، واش خدام خدام اخي كاين صافي خدام. علاش؟ لانه مثلا كتدخل اليوتيوب كتلقى واحد الفيديوهات ديال الاشارات كيستعمل واحد الكلمات فهمتيني، كيستعمل واحد الكلمات اللي كتبان لك انت كيشوكيو، كتقول لك كيفاش هاد السيد قدر يطلق هاد الكامبين راه كيبرز نار هكذا. هذاك السيد كيهضر بلو جارغون ديال الناس اللي كيتصنتوا في يوتيوب. يوتيوب دابا فيه تقريبا واحد 26 مليون مغربي كيتفرج فيه، وهو البلاتفورم اللي فيها اكبر ريتش، يعني تقريبا فايت 56% ديال ديك 26% كتريتشا افري سيكوند. يعني كنهضروا على انايا مولي للدار الوالد والوالده ما كانوش كيستعملوا التليفون قبل كورونا، في كورونا ولا كيستعملوا التليفون، يعني قبل كورونا المورا كورونا البورسونتاج ديال الناس ما بين 35 عام للفوق طلع تقريبا بالدوبل في المغرب. فبالتالي كاينين واحد الناس تما جداد خاصنا نبيع لهم شي حاجه، هذوك الناس الجداد اللي غنبيع لهم شي حاجه كيهضروا بواحد اللغه خاصه، هذيك اللغه خاصه ما كياكسبتوهاش لا جينيراسيون زد اللي هي لا جينيراسيون ديال 2000 لي زاني 2000 حتى لي 96. الله اكبر، حبسوا تاع التسليس الله ونكملوا. تقبل الله صلاتكم، كملوا سي جواد. هضرنا على الكونسيبت ديال هذيك لا جينيراسيون الجديده اللي دخلات الويب، دخلات معطله اللي فوق سن 35 نقولوا حتى فوق سن 40 45. هذا النوع هذا ديال الناس يعني كيستعملوا واتساب بزاف، هو اول بلاتفورم بداو بها. هاد دازوا اليوتيوب، فيسبوك وانستغرام قليل، اغلبيه يوتيوب واتساب تيك توك. علاش؟ سي فاسيل، يوتيوب كتدخل كتلقى فيديوهات كتفرج فيهم، وكل مره كيطلع لك الفيديوهات اللي انت باغي. تيك توك كتدخل كتلقى فيديوهات، انستغرام كتلقى دي بوست واحد الدويرات الفوق. بالنسبه لهاد الناس هادو خصوصا ما قاريينش، بورسونتاج كبير منهم ما قاريش، وحتى اللي قاري راه ما كيعرفش يستعمل بزاف الويب زعما ك ك ك ك دي ستاتستيك. فهاد الناس هادو كيعبروا بواحد الطريقه مختلفه. شنو هي هادشي؟ كيبان كيضحك، ولكن بوغ فوندر خاصنا نهضروا باللغه ديال دوك الناس. بالناي فاش غتبيع لي واحد الفيساز راه ما غاديش عندك تقول لي في المغرب il s'agit d'une viseuse puissante، لا خاصك تقول لي هاد الفيساز كدور كاع المسامر
في كاع الخشب في الحيوط وتبينها ليه كديك الفيسوز كتجي وتدخل مسمار في الساريه كيفهم هكا لو جاكون ديالو. نفس الشيء الناس الكبار شنو هي الحاجه اللي مشتركه بيناتهم اللي فوق الأربعين سنه هما مرض والمرض. فبالتالي داكشي علاش لي برودوي بزاف اللي كيتباعوا بديك اللونغاج داك لو جاكون اللي كيبان لنا حنايا قاصح في الامراض الشيب تساقط الشعر هادو كاملين امراض اللي كيتصاوبوا الناس فوق 40 سنه. اللي قلتي تساقط الشعر وطاها مور الكاميرا مسح الصلعه ديالو داكو. فبالتالي اجي نشوفوا هاد الناس كيفاش كيعبروا. المغربي فاش كيضروا شي حاجه ولا فين نقصه اش كيقول لك بحال شديتي شي جنويه خشيتي عليا من هنا. واحد الطريقه ديال التعبير كيعبر بها المغربي بشكل عرفتي بحال شي سفون بحال شي خنجر بحال واحد التعبيرات عندها في المغرب بشكل. فهاداك الشيء علاش حتى التسميات معش ليه البرد في صدرو فهمتيني ما عندها حتى شي علاقه علميه ما عندها حتى شي مفهوم علمي ولكن كيعبروا بها الناس. فبالتالي بلاصه ما تجي عنده انت وتقول ليه بحال دوك الاسماء ديال راه الاسماء ديال الاطباء الفرنسي حتى واحد ما عارفهم صعاب. انا مادام ما كتحفظوش ليا لا ميم شوز كل امراض بالفرنسي فيك لي زارتيكو سي كيفين كيلين باش يعرف المغربي حتى ما يكمل لك الفيديو خاصك تقول ليه معش لك البرد في صدرك غيفهم انه عنده واحد العيبه فيها البرد كيكحب عنده علاقه بالصدر حتى تشد لا طونسيون ديالو ديك الساعه اجي اشرح ليه كيفاش الدواء ديالك يقدر انه يداوي. فبالتالي واش داكشي اخلاق ولا ماشي اخلاقي هو كير ولكن واش داكشي خدام ولا ما خدامش خدام لانه داك السيد كيشري داك البرودوي وفهم انك عالج شي ليه اللي ماشي اخلاقي هو تبيع ليه برودوي كيمرض وما كيعالجش. اما الطريقه باش بعتيها المهم هو بيع. وهنا كتجي الفكره ديال ان فاش كنشوفوا واحد الاشهار بهذا المستوى ديال اللغوي يعني ان اللي من موراه ماشي بالضروره كينتمي لنفس المستوى الثقافي ولا اللغوي راه ممكن انه داير مجهود باش انه ينزل واحد ما ينزل ما غاديش نقولوا ينزل ولا يطلع غادي نهضروا بوكو بلوس على انه يادابتي اللغه ديالو باش يبيع بديك الطريقه. واجب باش يبيع بلا ما تقول بديك الطريقه باش يبيع الا ما هضرش ما غيبيعش زعما انت ظريف قلتي باش يبيع بديك الطريقه لا حيد ديك الطريقه باش يبيع الا ما هضرش بديك الطريقه. انا نقول لك حاجه الماركتينغ كينص على انه داك السيد يفهمك شنو انت اول حاجه خاصو يفهم شنو باغي تقول فحال كتهضر. انا نقول لك باغمي لي كيسيون اللي كنصيفطو في مواكب لي كليون شرح لي البرودوي ديالك بحال تشرحو لدري عنده 6 سنين الا الكليان ما كانش قادر يشرحو بطريقه غيفهمها الدري ديال 6 سنين كنقول ليه سير رجع انت باقي ما عرفتش البروجي ديالك اصلا. علاش؟ لانه لو كليون خاصو يفهمك بعدا اش كتقول هادي بعدا بعدا هذا هو الشرط الوحيد بعدا الاول انت شنو كتقول في ذاك الاشهار وباش يفهمك ماشي ضروره تقولها بطريقه سهله بالنسبه لك انت لا بطريقه سهله بالنسبه ليه هو. انا فاش كنهضروا على الماركت ريسيرش قبل ما كتبيع واحد البرودوي قبل ما دير واحد المنتوج قبل ما تطلق واحد الحمله قبل ما دير اي بروجي خاصك تمشي دير الماركت ريسيرش ماشي باش نربحوك ولا ما نربحكش لا خاصك دير الماركت ريسيرش حتى دوك الناس اللي انت مسيب ليهم كيفاش كيهضروا كيفاش كيعبروا على داك الالم اللي نتايا كتبيع لهم الحل ديالو باش ملي تكون كتهضر معاهم. انا نقول على حاجه فرندان كتشوف الاشارات في التلفازه عندنا كاينين دي سوسيتي دي مولتي ناسيونال في المغرب سي دي بليونير ولكن راه كيهضروا بواحد الطريقه كتبان لك انت علاش هادو دايرين الكمانجه علاش كيديروا الموسيقى لا صاحبي راه السي بلديانهم هذيك كيهضروا معاها بالطريقه اللي غتفهم. ومني كل عام كيديروا نفس الحل فراه بيان سور خدام ما كايناش شي شركه غادي تعاود نفس الاشهار بنفس الطريقه وهو ما خدامش ما حدا كتعاودو فراه خدام افري يير. داكشي علاش خلاته مي بيان سور لان هي عارفه كتهضر مع المغاربه والمغاربه هكا كيفهموا سواء بالانترتينمنت سواء بانك تخلعو وربما حتى هذا الربط ما بين اتاي والشعبي حتى لا سيب اللي كتكون نغمه واتاي وربما ان المستهلكين ديال اتاي كاينين اكثر في الجاء في البوادي ربما هما الناس اللي كيعجبهم الشعبي. هنا نجيو ثاني لواحد الحاجه اخرى اللي كنستعمل بزاف هما الهيدلاينز اونتر بارونتيز واحد الملاحظه لانه كماركتير خاصك تكون ديما كتلاحظ لونتوراج ديالك كيتسرب دابا قلتي الشعبي الناس العربيه. انا نقول لك على حاجه اي كلاس سوسيال في المغرب عزيز على الشعبي. كنت حضرت لواحد العرس الناس الله يبارك زعما الله يبارك راه كنقول لك قدام الباب عرفتي شنو مسته في الطوموبيلات ولا راه كنقول لك اتبيع واحد اتبيع ديك الطوموبيلات تشري ديك القاعه ومولاها فهمتيني
لوركستر اللي جايه جو سي بيان شحال جايه عارف التريتور شحال جاي داك العرس الله يبارك مكلوم بواحد والناس اللي جايين فريمون كنقول لك غير لونجلي وفرونسي كدور لا كولتور باينه شكون دوك الناس وجايبين لوركستر اونتر بارونتيز بلا نذكر السميه تقام بالفلوس وطالقين الشعبي وانا نطل ما كاينش شي واحد جالس واخا ما كيعرفوش يشطحوا الشعبي شي حاجه عندها علاقه بانك مغربي ماشي واش انك لاباس عليك ولا ماشي لاباس عليك فبالتالي الشعبي كيعجب اي واحد فاش بدا كيكون ناشط كيطلق الشعبي انا علاش درت الربط ما بين العروبيه واتاي لان في العروبيه كيقدروا يشربوا اتاي بزاف المرات في النهار بلا سبب نسبه الاستهلاك كتكون طالعه حتى على واحد اللي ربما كما قلتي كينتمي لواحد طبقه معينه وعزيز على الشعبي ولكن اتاي ما دخلش في لا كولتور دو كونسوماسيون ديالو سي سي تفهم قلت لك النقطه اللي بغينا ندوزو لها هي الهيدلاينز لي تيتغ شنو هي الانسبيراسيون ديالك نتايا في الهيدلاينز الوغ الانسبيراسيون الوغ كاين الطريقه المختصره وكاين الطريقه اللي كتكون يونيك وبيرسوناليزي الطريقه المختصره هي انه كنمشي نشوف لي زوتر كونكورون وكاين الكونكورون ما عندهم حتى علاقه بداك المارشي ديالنا هو كانت انسبيرا من لي فريم ورك اللي كيخدموا بهم بلا ما نذكروا الاسم ديال لا مارك كنعرفها انه كي انفيستيو دي مليون دولار في لي ريداكتور الناس اللي كيكتبوا الهيدلاينز الهيدلاينز خاصين بالهيدلاينز كيكتب الاخر النص والاخر كيكتب الهيدلاين الهيدلاين ديالو كيخلق الفرق شحال من واحد غادي يكمل الباراغراف فانا بلاصه ما نمشي ونحاول نكون انايا واحد الكابيرايتر واعر غنمشي لذاك الخونا غادي نشوف لي فريمورك ديالو غنشوف الارتيكل اللي طالع في طوندونس غنحاول نكوبي داك الفريمورك ونعاود نادابتي لذاك البرودوي هذا الفيلد الاول مختصر كاين طريقه اخرى اللي هي كنسميها كتبوزيسيوني البرودوي وكتعرف مع من كتهضر بطريقه واحد زعما بدقه واحده هي كتشوف ثلاثه ديال الحوايج المارشي دائما فيه ثلاثه ديال لي سيتوياسيون ما كاينش شي سيتوياسيون رابعه دائما المارشي كيكون في ثلاثه ديال لي سيتوياسيون اول حاجه الا ما كاينش مشكل ما كاينش مارشي المارشي كيبدا بمشكل داك المشكل كنقلبوا عليه الحل كنبيعوا الحل دونك المشكل الا جايب انت برودوي ما كيحلش مشكل ما كاينش مارشي اصلا يعني ما كاينش مارشي اصلا بحال دابا جوج دينا بورت كوا جوج دينا بورت كوا بغيتي تبيع الشمس الشمس ماشي مشكل يعني ما كاينش مارشي ديال الشمس ولا خص تمشي للبلاصه اللي ما فيهاش الشمس بزاف نهضروا شنو باش تغون بلاصه الشمس اصايب الشمس صايب انا كنهضر على الاساس ديال مشكل الا ما كاينش مارشي المارشي كيبدا بمشكل خاص يكون مشكل باش يكون مارشي سوق فبالتالي باش نهضروا على انه كاين مارشي الحاجه الثابته فيه هي المشكل فوالا هاد كندوزو للمرحله الثانيه شنو واش الناس واعيه بداك المشكل ولا ما واعياش به حيت كاينين المشاكل حنا ما واعيينش بهم بحال دابا في امريكا وصل واحد النيفو ديال لي برودوي وحلال المشاكل اكثر منا علاش لانه الناس ماتور بداك المشكل واحد النيفو ماشي بحالنا حنا داكا فبالتالي باقي المشاكل في المغرب اللي كاينين ولكن الناس ما واعياش بداك المشكل بانه راه خاصو يتحل اصلا تيعتبروش مشكل ربما كاع ما كيعتبروش مشكل اصلا هذا ثاني سيتوياسيون سيتوياسيون الثالثه هي واش كاينين حلول ديجا في المارشي ولا ما كاينينش دونك اذا كانوا ديجا حلول شنو ندير الا كان حلول هنا دابا غادي نعطيك على الهيدلاينز الا كان الحلول كثار في المارشي الحلول كثار في المارشي فهنا كنهضروا على مارشي ماتور الناس عارفين بانه كاين حل واعيين بالمشكل وواعيين بانهم خاصهم يحلوا المشكل فهنا خاصك تماركيتي على اساس لا ديفيرونسياسيون الهيدلاين ديالك خاصو يكون كيبدا بالمنتوج ديالك بلا ديفيرونسياسيون ديالك على المنتجات الاخرين لانه الحاجه الوحيده اللي غتخلي داك السيد ياخذ الحل ديالك وما غياخذش حل اخر هو تبين لي ان الحل ديالك نتايا احسن اللي ديفيرون شي حتى كلمه احسن نسبيه ماشي سوق يكون احسن بعض المرات تقدر تبدل له امبالاج يعني احسن تقدر تبدل ليه الفيديو ديالك يكون احسن من الكونكيرون المهم كنقول لها دائما انا كيسولوني شحال كنقول لهم ما عرفتش كيفاش المهم خاصنا نبيعو بطريقه ديفيرون
تقدر تكون لا فوا اوف، نقدروا نكونوا غنجيبوا فنان معروف الاخر ما جايبوش، نقدروا نجيبوا وجه اخر ماشي بالضروره يكون عنده علاقه بالكاليتي ولا المهم خاصو يكون ديفير. الهيدلاين خاصو يكون كيبدا بالبرودوي وبلا ديفرونسياسيون. هذه لا سيتياسيون ديال المارشي ماتور. اجي لا سيتياسيون ديال كاين مشكل والناس واعيه بالمشكل وعارفه بانه خاصها تحل المشكل، ولكن ما كاينينش حلول. فحالاش بحال دابا نهضروا على الديجيتال ماركتينغ في المغرب، دوبي لونطون دائما وابدا كاينين مشاريع، وكاينين مشاريع كيعانيو انهم ما عندهمش كلاينت، وكاينين بزاف ديال الناس دابا فواحد لاج نقولوا الكارونتين، حنا كنهضروا على لا جينيراسيون الاولانيه، عندهم مشاريع وعارفين بانهم راه عندهم مشكل ديال انه ما كاينش كليان، ولكن راه ماشي كلهم واعيين بلي سوليسيون. مثلا تجي عند واحد عنده 60 طون عنده مشكل في البروجي ديالو، غتقول ليه اون دو جينيري دي ليد، تيقول لك انا المحل زوقته مزيان وما جا اون دو جينيري دي ليد. هذا راه حل، هذا راه سيرفيس، ولكن واش هو واعي به؟ ما واعيش، ما عارفش شي حاجه شني سميتها ليد. غتقول ليه اون دو لونسي اون كامبين بوبليسيتير بور جينيري لي ليد، ابري غيكون عندك واحد لو سونتر دابيل انترن كي فا كونفيرتير لي ليد، اون فا فوار لي طو دو كونفيرسيون، وغادي نديرو لك واحد لافيش واحد التلفزيون، غتبقى تشوف فيها لا شارت ديال الفانل ديالك. اش كتعاود داك السيد السكينر ما فاهمش؟ فهنا كنهضروا على انه المشكل كاين اللي هو ما كاينينش كليان، ولكن الحلول ماشي ما كاينينش، ما واعيينش بها، غير معروفه بالنسبه له هو. بدا ليه بلا سيتياسيون ديزيري في الهيدلاين، هضر ليه على حياته اللي كيتمنى هو. بغيتي كليان اكثر، بغيتي زبناء اكثر، بغيتي هو واعي بالمشكل، هو كيفكر دابا حاليا في كيفاش يحل المشكل حتى يدخل عندك القطاع. هذا شرح ليه انت لا جينيراسيون دو ليد، ما تشرح له لا تكنيسيتي، ما تقولش جينيراسيون، ما تهضرش على البرودوي ديالك. بحال دابا كون كانت حنا ماشي بحال دابا في امريكان غنطلق كامبين مثلا في اليواس، غادي نطلق ديريكتومون غادي نكتب لهم nous sommes une agence qui génère des leads de haute qualité. La différenciation c'est que en général les leads ولكن de haute qualité. High qualified leads. فهنا فاش كتجي عندي في المغرب وغتقول ليه لا جو في فو جينيري دي ليد دو هوت كاليتي، لواحد السيد اللي عنده واحد 50 واحد البروجي كيموت، اجي نعرفوا بعدا شنو هو الليد باش نعرفوا واش هوت كاليتي ولا لا، وشنو الفرق بين لوت كاليتي وهو يصحاب واش كدير ليه بحال دوك خوتنا اللي كيبيعوا التوابات، هذا راه ديال كازا وهذا ديال تركيا، فهمتيني صاحبي واش بغيت درامي. فبالتالي هنا خاصك تهضر لي على الحل، كيفاش ماشي الحل ولكن خاصك تهضر لي على لا سيتياسيون ديالو من بعد ما يحل المشكل باش يحس الهيدلاين. هكذا غتاثري فقط الناس اللي عنده باغيين يحلوا المشكل. اجيك لواحد الناس لواحد المارشي كاين المشكل والناس ما واعيينش بداك المشكل اصلا، واش كاين ولا واش داك المشكل واش داك المشكل خطير، ما واعيينش كاين المشكل، راه كاين كاين الخطر، ولكن راه انت اللي ما واعيش بالخطر بالنسبه لك ما كاينش المشكل، ولكن انت بلاناليز ديالك انت ذكي ماركتير قدرتي تشوف داك المشكل. فهنا خاصك تهضر على المعاناه ديالو، الهيدلاين يبدا بالمعاناه بلا بروبليماتيك، ما كنبغيش نقول بروبليماتيك خاصنا نقولوا المعاناه، لانه الناس ما كتفهمش المشكل، الناس كتحس بالمشكل، تحس سي سا كنرجعوا للاحساس عاوتاني، راه كلشي احساس. الناس راه شوف كاينه معروفه كيقول لك اش لا بلوبار كيقولوها ولكن راه ما كيعرفوش كيفاش يطبقوها، كيقول لك الناس كتاخذ القرار بالمشاعر وكتجستيفي بالعقل، ولكن فاش كتجستيفي بالعقل الناس كيصحابها واش كتجستيفي في العقل بالعقل ديك الساعه فاش كتكون معاك، لا كتجستيفي بالعقل فاش كيسولها صاحبها ولا خوها ولا باها علاش شريتي البرودوي، لانه الاغلبيه ديال الناس ما كيبغوش يتشمتوا. ففاش كيشري واحد البرودوي ما خاصوش فقط يقتنع هو، خاصك تعطيه حتى هو الا سولو بنادم باش شريتيه عطيه باش يجاوب، خصوصا الا كان داك بنادم هو اللي غيخلص. طوموبيلات سيارات باش تبيع طوموبيل فاصن جديده دير الاشارات، كاين واحد الحوايج كيتسموا لي فريمورك، لي فريمورك هي واحد الخطه تعاودات اكثر من مره ونجحات كتولي فريمورك، حاش الخطه هي شي حاجه باقي ما نجحاتش، الخطه شي حاجه كنخططوا ليها، فاحنا كنحطوا خطه اعلانيه ملي كتنجح لينا المره الاولى وكنعاودوها وكتنجح المره الثانيه كتولي فريمورك، هذيك مضمونه كل مره كنعاودوها كتعطينا نفس الجواب. فكاينين دي فريمورك في البيع ديال السيارات، الا قنعتي مره بان احسن من راجل وغلبت الراجل في شي اشهار بعتي لها الطوموبيل والعكس صحيح، الا قنعتي راجل انه غلب مره وكاينه سياره في المجال غير ربط ديك السياره بانه واعر انتصار سي سا.
باش تبيع المرا طوموبيل خاصها تكون كيوت و زعما صغيره ومطوره بحال هكا خاصها توصل ليها. الراجل يبقى تقول لي راه طياره ديك الطوموبيل عرفتي بحال السبع بحال النسر كيعجبو هذا الشيء فهمتيني فهمتيني. ما تحتاجش تبقى حيت شحال من واحد كياخذ صوت السياره على الديزاين ديالها الاغلبيه كياخذ على الديزاين ديالها وكيسول على الموتور شنو فيه باش الا جابو صاحبه يقول لي لا راه تيربو لا راه عرفتي شحال منعاود هو راه وقيف الشيء فهمتيني. هو راه خذ الطوموبيل حيتاش عاجبها كتبان ليه بحال اغلبيه ديال الطوموبيلات فاش كيشريو الرجال كيقول لي عرفتي شنو مخنفره عرفتي شنو كتقمش عرفتي شي تعبيرات ولكن كيشريو هكاك. علاش انا نجي عنده نقول ليه لا راه الطوموبيله. انا نقول لك واحد الحاجه رولز رويس رولز رويس السبب ديالها في الانتشار هو دافيد اوغيلفي كاول كامبين بيبليسيتير ديالها. دخل دافيد اوغيلفي للمصنع وبيان سور كيتلاقى مع دي زانجينيور اي لي زانجينيور راك عارف كيفاش كيفكروا كيفكروكم دي زانجينيور خاصو يدور في المصنع باش انه يجبد دي زانفورماسيون باش يماركيتي لديك السياره راك عارف لي زانجينيور اش كيقولوا شتي هادي راه ثقيله قدا هادي راه كتمشي ب 750 ميل في الثانيه كيديك دافيد اوغيلفي كيشوف في الاخر واحد خونا قال واحد الجمله هزا هي حطها وهي السبب ديال رولز رويس لدابا بان طوموبيل دو لوكس. هو قال لهم في 60 ميل في الساعه الصداع الوحيد اللي كتسمع في ديك الطوموبيل هو تيك تاك ديال لالارم ديال المكان عبر على لو لوكس بالصمت. داكشي علاش دابا رولز رويس مبنيه على الفانتوم على انها ساكته من الداخل لدرجه انه الطوموبيله ديالها الفانتوم زادوا ليها الصداع بعض المرات الاصطناعي فقط باش يحسب بنادم راه سايق سياره باش ما يتخلعش ما غاتسمعش كلاكسون من وراك يقدر شي واحد يكلاكسون عليك وما تسمعوش. فبالتالي وصل باع الطوموبيله بانها كار تصور في 60 ميل في الساعه الحاجه الوحيده اللي كتسمع هي تيك تاك تيك انت غادي عرفتي بشحال تيك تاك تيك. وهاد الفكره هادي ديال الاحساس حيت انا دابا وانا كنسمع ليك وكنعرفك من قبل هو عندك لا تكنيسيتي وتتهضر بلا بسيكولوجي. واش ماركتور ولا سيلز مان خاصو يكون ضابطهم بجوج كي غيدير يضبطهم بجوج ساشون كو في زيكول دو كوميرس فاش نقراو الماركتينغ وهذا تقراو بزاف على الفانلز كنقراو على التكنيكس حتى الفانلز ما كيقراوش وتيقراو دي التكنيك اللي ربما يقدروا يكونوا فانلز على الناس اخرين لي تكنيك سي دي ديكلونشور دي ديكلونشور. انا نقول لك فحالاش باش بالضبط يوصل الميساج عاد التليفون باش تاخذ سكرين شوت شنو كدير كتورك على دو بوطون بنادم تا هو داير بحال هكا كاين واحد لي بوطون الا وركت عليهم طق كيتخدم واحد اللعيبه واخا بغا ولا ما بغاش كل مره غتعاود غادي يديرها يعني واخا تجي عنده تقول لي شوف راه غادي نديرها بك وتعاود تورك على لي بوطون غادي تعاود دير به لا ما كيتحكمش فيها فهمتي. هاد لي تكنيك هادو ما هما الا خطط مجربين ولاو دي فريم ورك غير هو الترتيب ديالهم هنا فين خاصك تكون ان سوسيولوج كيفاش ترتب لي تكنيك لانه شنو هي الخطه. الخطه هي مجموعه من الافكار منظمه بواحد الطريقه كتؤدي لواحد الهدف هذاك الهدف هو داك لو كليون يدير واحد لاكسيون فبالتالي هو كاين في لا سيتوياسيون اكس بغا يوصل لا سيتوياسيون ايغريك خاصني نرتب واحد المجموعه ديال الافكار اللي غادي تخليه ينتقل من الاحساس ديالو دابا للاحساس ديالو تما. انا نقول لك بكل بساطه باش نعطيك الاحساس الجواب على الاحساس بالضبط. انا كنبيع واحد البرودوي ديال 4000 درهم انت عندك دابا 4000 درهم الا خليتك تعيش في خيالك وتحس في خيالك بواحد الوعد كوميرسيال انه الاحساس ديالك من بعد ما تاخذ البرودوي ديالي غيكون احسن من الاحساس ديالك انت دابا وعندك 4000 درهم في جيبك غتشري البرودوي. وكيفاش غادي نديروا ليها تكنيكمون باش نحولوا الاحساس للتكنيك؟ نتخيلوا دابا انا وياك فواحد السيسيون ديال الديكوفيرت. اول حاجه غندير هي غادي نقول لك لا سيتاسيون اللي قلت لك قبيلات ندير غنبداو لا سيسيون ان شاء الله غادي نطرح عليك كلكو كيسيون باش نشوفوا ابخي واش اوني ادابتي بور سونكاجي انصومبل ولا لا. تقول لي داكور داكور ندخل نقول لك داكور سي كان عاود لي على السيتاسيون ديالك اكتويال وانت كتهضر على لا سيتوياسيون اكطويال حيت كاين واحد المغالطه كيقول لك السيلزمان هو اللي كيهضر بزاف كيكون انتوزياستيك. لا خطا خطا خصوصا فاش كنهضروا على الديلز السيلزمان هو اللي كيخلي داك السيد اللي قدامه يقتنع بالفكره ديالو ويحس هذاك خونا بانه راه هو الراس واقتنع تحت ما اثر عليه.
يعني خص خليه هو يبيع على راسه. هو كيبيع على راسه، كدير والو، كتهضر ليا على الوضعيه ديالك. في الاول فاش كتهضر ليا على الوضعيه ديالك كتهضر ليا على سطحيه دائما. وكاين اللي قال فرويد ما يسمى اللي عوض به فرويد التنويم المغناطيسي اللي هو التداعي الحر. كيقول لك خلي شي واحد يبقى يهضر بزاف طال الزمن ولا قصر يمشي لواحد الموضوع اللي ضاره ويبقى يهضر عليه. ما يحسش، ما غيحسش، غيمشي لواحد الموضوع ضاره ويبقى يهضر عليه. واخا جبد لي الموضوع على الكواكب غيبقى يهضر على الكواكب بحال الدود نوعان، يبقى يهضر 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 والاخر يرجع لهذاك الموضوع اللي ضار. فبالتالي وانت كتهضري على الوضعيه ديالك كتوصل واحد اللحظه كتسكت، ما كنهضرش انا، كنبقى ساكت. كتجيك بيزار فاش كنبقى ساكت، كتشوف فيا كنشوف فيك، وانت عارفني كنسمعك وانا ساكت، اش كيعني هادشي؟ كمل. يقدر يعني بزاف الحاجات دوك تفتح الباب لا خليه ما تخ... ما ت... خليك محايد، حاش البسيكولوج قوي بانه محايد المعالج النفسي، ما كيقول لك لا اهلا لا، كيبقى يدير غير هكا كيشوف فيك لا ميم شوز. موراش كيدير ديك الكلمه كيبقى يدير مورا ديك دائما كاين العجب، بقى ساكت بقى يهضر 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 حتى كيوصل لواحد النيفو ديال انه كتلقاه ما بقاش كيهضر في البروفيسيونيل ولا كيهضر في البيرسونيل. حيتاش كتقول لك القاعده ما كاينينش مشاكل مهنيه، كاينين مشاكل شخصيه كتاثر على الحياه المهنيه، لانه الحياه المهنيه ما كايناش بحال الدوله ابستريت. كاين اشخاص كيبنيو المشروع، فالمشروع الا مرض فراه الاشخاص مرض. المشروع ما تقولش راه مريض ما عندوش كبده، الكبده ديالو هو الانسان، راه الانسان مريض. فهو كيهضر على الوضعيه الحاليه ديالو، خاصك تخليه يحس بها بانه راه بصح خايبه وتسولو عليها. علاش قلت عليها هكا؟ شنو كتعني بهاك؟ شنو كتعني بانه كليان ما جاكش؟ كيفاش شتي التاثير ديال كليان ما عندكش؟ فين شتي هاد التاثير هذا؟ شنو هما الارقام ديالك؟ فاش اثر لك هادشي على حياتك بالضبط؟ فين؟ زيد شرح ليا لي شارج. اوكي ما لي شارج، شحال عندك لي شارج؟ حيت شي لمس دابا كيقول لك شي واحد لا راه هو راه عارف لي شارج عنده، ولكن الا ما ذكرهمش وما هضرش عليهم ما كاينينش فهاد لا سيتوياسيون، هو خاصهم يتقالوا دابا كيعترف. موراها كتسولو كتقول لي داكوغ ولي تخيلوا اننا مع هاد اونكاجينا اونصومبل ونجحنا، شنو غيكون النجاح بالنسبه لك؟ الوضعيه اللي غتوصل ليها انت فين وصلتي في الوضعيه ديالك؟ الوضعيه ديزيغي شنو غتكون بالنسبه لك انت؟ شرح لي هاد الوضعيه ديزيغي. هنا كيبدا يحل، عرفتي راه هزيتيه من المشاكل، ها هو دابا كيحلم وكتعاود ثاني تزيد ليه دريمز ديالو. هو كيهضر داكوغ، وهادشي فين ياثر لك على حياتك بالضبط؟ وكي غتكون لا سيتوياسيون داكوغ، هاد لا سيتوياسيون بالضبط كيفاش دايره؟ هنا شنو درتي بالضبط؟ فقط هنا يخرجتي لي الاحساس ديالو بالضبط في المعاناه، وهنا خرجتي لي عيشتي في لو فيوتور. بحال كتغمس شي واحد في العسل وكتعاود تهزو وتغمسو في الزيت السخون. من موراها كتسولو عاوتاني كتقول لي وقول لي شنو اللي جربتي وما صدقش باش انك تنتقل لهاد لا سيتوياسيون ديزيري؟ شنو جربتي؟ كيقول لك كاع دوك الشيء اللي جرب باش انه ينتقل من لا سيتوياسيون ا لا سيتوياسيون بي وما نجحش، لانه كون نجح ما كانش يكون قدامك. فبالتالي انت دابا غتعرف شنو هما الحوايج اللي ديجا جرب وما غتقولهمش ليه باش ما يقولهمش لك كحجه من بعد. عمليه البيع. مي بيان سير. دابا انت باقي ما كتبيعش. انت دابا حاليا كتجبد لي كارت. من موراها عاوتاني كتجي عندك كتقول لي علاش هادشي ما درتيش بوحدك؟ علاش ما ديرش هادشي بوحدك؟ علاش ما تنتقلش بوحدك؟ باش من بعد فاش تعطي لا بروبوزيسيون ديالك ما يقولش لك وهادشي راه نقدر نديرو انا. كتحيد لي بلوكور من دابا. ولا تتعرف كيفاش تجاوب عليهم الا كانوا ما غايقولهمش لك، لانه كاين ما يسمى بتاثير الالتزام. فاش كنجي عندك كنقول لك اش كتشجع البارسا؟ يقول لي كنقول لي خذ التيشيرت ديال البارسا. وما حدك كنجي نقول لك لان درجه انت واعر في البارسا، وما حدك انت كتزيد تعمق لي فانك كتبغي البارسا، وما حدك ما تشري من عندي التيشيرت ديال البارسا، لانه ما يمكنش لك تكذب وتقول لي لا ما بقاتش عجباني البارسا. التزام كتخليه يلتزم معاك في واحد اللعيبات اللي من بعد غتستعملهم انت. ملي كتقول لي لا سيتوياسيون ديالو اكطوال، وملي كيقول لك لا سيتوياسيون ديالو ابري، وملي كيقول لك علاش ما دارهاش بوحدو، شنو جرب وما صدقش، فهنا كتكون كيتشوق لكلامك انت شنو غتقول لي، متشوق لانه تسمعك. في الاخر عاد كتقول لي بحال شي طبيب ولا شي فقيه، كتقول لي ان شاء الله قادر نعاونك، وكتسكت. كتقول لي قادر نعاونك، ما تقولش لي كيفاش، خليه هو يسولك كيفاش. وفاش يقول لك كيفاش جاوبو بكلام قصير،
نعاونك اترافير كذا بكذا ونديرو كذا. علاش؟ لانه الا بقيتي كتهضر انت بزاف على انت شحال واعر غتزبلها 100%. فبالتالي خليه هو حاجه باش انت كتقول ليه هالبرودوي وكيشوفو غير من هاد الجهه فكيطرح عليك اسئله باش يكتشف الحل ديالك. ولكن الاسئله اللي كيطرح هو ماشي بحال الاجوبه اللي غتجاوب نتايا بلا ما يطرح هو الاسئله، لانه فاش كيطرح هو الاسئله كيطرحهم من الجهه اللي هو باغي يعرف. اما الا انت جيتي بقيتي كتعرض عليه داكشي اللي حافظ غتعرض عليه داكشي اللي من الجهه ديالك انت عارف، وانت ما عمرك غتكون عارف حاله هو، ولا غتقول له شي حاجه اللي ما باغيش هو يعرف. ما باغيش هو يعرفها وغادي يصدق مخرج نتايا على الدومين على المجال. فبالتالي كيسولك وهاد اللعيبه تكون في هاد اللعيبه هذه، انت عارف شي بانه مهتم بهاد اللعيبه، كتقول لي عارف هاد اللعيبه هذه وتخاف هاد اللعيبه كندير هاد اللعيبه واسكت. عاوتاني يقول لك وراه انا عندي اللعيبه هذه تكون نافعنا هاد اللعيبه هذه، هاد اللعيبه هذه قدير لنا هاد اللعيبه هذه، لانه كتبقى ساكت انت كتجاوبو في الاول، انت كتسول هو كيجاوب، دابا هو كيسول هو كيجاوب، فكيبقى هكاك حتى كيوصل لابارتي اللي كيقول لك وبشحال هادشي. هنا كتطلق ديك الموسيقى ديال كتبدا لوركاست كتبدا تعزف كتقول ليها هو كاين جوج ديال الحوايج. الا كنتي كتبيع شي حاجه فيكس فيز من الاحسن تقول برايس سور بلاس الا كنتي عارف، لانه ما حدو في ديك لا سيتوياسيون عرفتي شنو درتي لي انت. سي سا. اما الا كانت شي حاجه يعني بحال في مواكب اون بو با بيان سور بارطاجي لي في لي تاريف سور بلاس، لانه كلشي كاستميزي كلشي بيرسوناليزي، كل واحد لا سيتوياسيون ديالو كيكون عنده دي بري ديال. فبالتالي كنقول لي سي 48 اور ماكسيموم، وما تفوتش 48 اور، لان مراك 48 اور كتبدا تبرد ديك الشراره. كتقول ليه غيوصلك توصلك لا بروبوزيسيون، بيان سور كتوصل لا بروبوزيسيون. ابخي كندوزو ليتاب الثانيه ديال الريفيجن ولا لاكسبتاسيون فولو اب بيبلاين طويل. ولكن انا دابا درت لك واحد اختصار تكنيك ديال كيفاش انك دابا وانت كتعاود لي هاد المراحل ديال هاد الجلسه ديال الكلوزين، فهي كتشبه بشكل كبير المراحل الجلسه ديال لا ثيرابي كونيتيفو كومبورتمونتال ولا ثيرابي اكسي سور لي ريزولتا، يعني راه جلسه ديال بسيكولوج هادي. ولكن واش من تما جاي هاد الشيء؟ انا نقول لك واحد الحاجه، زعما انا واحد الانسان اللي ماشي عالم زعما، ولا انايا عاد باغي نبدا التخصص ديالي في البيهيفير ايكونوميكس، ما كتقراش في المغرب مالوغوزمون، ولكن غنقراها كعشق لديك الماده ولا ديك الفيلد. ف ماشي بالضروري تكون عالم نفسي باش انك تبيع بهذه الطريقه، ولكن المهم تكون فاهم. وكتعوض دائما الاكاديميك بالبراتيك، ولكن الاكاديميك ديما كيبقى واعر، التيوري ديما كيبقى واعر. التيوري كيختصر عليك المسافه، التيوري كيخليك تولي مبدع في هذه لا سيتوياسيون هذه. هذه المساله هذه ديال 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 الكونفرجنس، زعما ماشي انا اللي جيت بها، يعني ديفلوبات من بزاف ديال لي سوسيتي، من بزاف ديال لي اجونس، بزاف ديال لي كونسلتون في اليو اس خصوصا امريكان. يعني حتى انايا انفيستيت فلوس في ترينينز، والاغلبيه ديالهم في اليو اس بصراحه زعما بكل بساطه، ما كاين ولا عربي واحد زعما كنحط زعما شي حاجه بحال هكا، لانه اون جينيرال العرب اللي كنعرفهم وخديت الترينين ديالهم دايرينهم باللونجلي فهمتيني. يعني الاغلبيه ديالهم يعني ما كاينش السوق، كنقدرهم المهم كنقدرهم، لانه ما يمكنش دير واحد البرودوي اللي حنا كنهضروا عليه ما غايشريش السوق باقي ما وجدش ليه، فكتلقى عربي واعر الله يبارك ديال الترينين الناضي كيبيعوا في اليو اس. باش يكبر السوق، لانه داك السوق واجد انه يشري بحال هادشي، وغالي بكل بساطه، يعني غاليين، يعني الترينينز غاليين. ملي كتقول غالي شحال تقريبا؟ كنهضروا على 5 كي 6 كي 6 مليون 7 مليون 5 مليون باش تشري فيديوهات. مغربي تقول لي غتشري ب 6 مليون فيديوهات غايقول لك نصاب. فهاد ساكتي 6 الفيديوهات راه الناس مشاو لواحد الجهه. فوالا 6 مليون. لا بالعكس انا جو سوي بوغ، انا جو سوي بوغ، لانه ليدوكاسيون شي حاجه مهمه. وبيان سور انا كنامن بانه الوقت كينقي، وكنامن بالانتخاب الطبيعي كينقي، يعني البقاء للاقوى والاصفى والانقى، يعني النصاب غيكون. عمرك شي واحد دار شركه ديال النصاب؟ عاود لي على شي واحد دابا تجيبو شي بودكاست يعاود لك على كيفاش كدبر شركه ديال النصاب؟ ما غيسكيليش، غيبدا غيبدا غتلقى خدا لك انت الفلوس وخدا لهذاك الفلوس ومشهرب، ما يقدرش يعاود يرجع. يعني اي واحد مطول في البيزنس ما يمكنش يكون نصاب، ما يمكنش. انا نقول لك واحد الحاجه، الراسماليه مبنيه على المقابل ومبنيه على الغرور، المهم حاجه اخرى مبنيه على المقابل. فكاين واحد الناموس كوني ولا واحد القانون رباني في الارض
اللي هو انه الدنيا ما كتقبلش الربح بدون مقابل، ما كتقبل وما كيطولش. يعني غنجي نعطيك 4000 درهم اليوم ونعطيك غدا 4000 درهم، غنعيا غنعيا غنعيا، خاصني ضروري مقابل. توازن الدنيا ديما غادا التوازن، فبالتالي النصاب هو واحد السيد كيدير فلوس بدون مقابل، هذا هو النصب. فبالتالي ما يقدرش يطول، فبالتالي ما غيبقاش مع الوقت. وهذا غيدير تورين والاخر غيدير تورين، وهذا غيدير تورين والاخر غيدير تورين والاخر غيدير تورين، مع الوقت غيبقاو ينقصوا هذوك النصابه وغيبقاو فقط ليليت. مع الوقت غيبقاو ليليت وفي الاخر غيبقاو تانسبيرو منهم، غيوليو قدوات لواحد اخرين وغيوليو تصلح المارشي راسو. فبالتالي انا كنقول من المنبر زعما اي واحد عنده معلومات في المغرب وخدامين، وكنعرف دراري مريطين خدامين تضربوا العاقه، كيف ما خلا واحد السيد ذكر به خلاص نشعيمات كيقول لي واجب انساني انك دير فورماسيون ماشي فقط تجار انك تبيعها. مي بيان سور والله تعطيها فابور. شوف انا نقول حاجه، انا نقول لك عندي دي الناس في الوان وان سيشن، كندير معهم وان وان سيشن، وكاينين الناس دي زامي كنجلسوا. هذوك الناس اللي في الوان وان سيشن كاين معهم واحد الدراري بعدا دي جون في المغرب اللي جلست معهم، يعني من لا بروميير سيسيون كنجي عندهم كنقول شوف بغيتي تبيع كذا كذا بالطريقه كذا كذا، كيقول لي كيقول لي دير واحد جوج ثلاثه، كيمشي كيديرها كيجي كيقول لي راه ضربت قدا وقدات الفلوس، نقول لي مبروك ندوزو للنيكست ليفل. نفس اللعيبه كنقولها لواحد خونا واحد اخر جلس معاه في القهوه، كنقول له شوف دير واحد جوج ثلاثه، كيديرهاش الاخر خلص عليها الفلوس وبزاف ماشي شويه، كيحس بها عطيها قيمه، احنا كنرجعوا حتى تعطي القيمه، حتى في ليكزيكوسيون كتعطيها القيمه. بيان سور هو راه مخلص عليها الفلوس وصحاح خاصو يمشي يديرهم، علاش؟ باش حتى الا ما صدقاتش يجي عندي مرمدني. ما خصوش يجي عندك ويلقى راسو ما دارهاش مزيان. بيان سور وانا حتى كنقجو كنقول له شوف الا ما درتيهاش ما تجيش عندي وانا راه حاضيك في الويب. الا قلت لك دير هذه اللعيبه نهار الاثنين مع 10 موراها مع 12 دير هذه، غدا مع 3 دير هذه، انت الاربعه شوف اللونسي هذه هكا ما ديرش هكا، الا ما درتيهاش تحمل مسؤوليتك سي سا. فبالتالي انا مع ليدوكاسيون وفاش قلت 7 مليون زعما ما عني حتى شي حاجه، بالعكس انا وقت ترينينز ب 7 مليون 7 مليون 5 مليون 4 مليون، فاش كنت صالاغي الصالير ديالي كامل كيمشي في ترينينز. علاش؟ حاجه سي بيان كون كنت نديفلوبي في لو فيوتور وكنت نبني فريم ووركس. فبالتالي بالنسبه لي انا ليدوكاسيون شي حاجه مهمه بزاف، ماشي شويه بزاف. ملي كتلاقى مقاول اما باش يخدم معاه اما كتلاقى وكتهضر معاه كيعاود لك على البيزنس ديالو، شنو هما المحددات اللي تيبينوا لك ان هذا البيزنس هذا قادر يتسكيل ولا حدو هنا؟ واش الشخص، واش الفكره، واش الديتاي كيفاش كيخدم، واش الفريم ووركس اللي عنده؟ هو الفريم ووركس كيلعبوا دور كبير، ولكن كتشوف السي لانه الاغلبيه كيكونوا ارتباطات عاطفيه ديال الشخص بالمشروع ديالو، وهو كيفاش كيشوف لو بروجي. لانه فاش كنهضروا على الشخص كنهضروا على المايند سيت، ما كنهضروش على شي حاجه اخرى. فهو فاش كيجي عندك كيقول لك مثلا انا كنبيع كذا، انت خاصك بعدا تقنعو بانه راه ما كيبيعش داك البرودوي، هو راه كيبيع الاحساس اللي كيحس به داك السيد من مورا ما يشري داك البرودوي. هنا كتبقى تقول ها هو هذا السيد شرا هذا البرودوي، واتس نيكست، شنو من بعد البيع؟ لانه فاش كنسكيليو ولا سكيلين دائما يا كتسكيلي بالكواليتي يا كتسكيلي بالكونتيتي يا كتسكيلي بالايديا ولا بالكونسيبت ولا المهم بزاف ديال الحوايج. السكيلين اون جينيرال كنشوفوا الصعوبيه ديالو والمارشي شنو غيتقبل دغيا، لانه بعض المرات نقول لك مثلا بحال دابا انا ميلتي ناسيونال، بلا ما نقولوا هي ميلتي ناسيونال نقولوا حنا مثلا حنا واحد الشركه كبيره في المغرب، انا عندي لي فون باش ننجح داك البرودوي، باش ننجح داك البرودوي ولا داك البروجي ونسكيلي بيه ابخي، انا بالنسبه لي سي ان جو دو شيف دو كونتيتي، غنجيب واحد المليار غنحطها في الماركتينغ وغادي نلعب على ساتيسفاكسيون وفيديليزاسيون. هادشي اش كيعني؟ انه اي واحد دخل شرا غنساتيسفيه، ومن غنساتيسفيه غنفيديليزيه وغيبقى يدخل يشري بلا ما نعاود انا نطلق ليه الاشهار، كيتسمى اللايف تايم فاليو. هنايا كنولي خدامه بالفلوس، دخل الكونتيتي غتخرج الكونتيتي. ولكن المقاول الا ما عندوش الفلوس خاص المايند سيت وتبوزيسيوني، غيجي عندك يقول لك واخا انت باغي تبيع هذه في الانترنت، اوكي انت باغي تبيع هذا البرودوي في الانترنت كا اي كوميرس، ولكن راه ماشي براند، كي غدير تسكيلي بهذا البرودوي؟ شنو هي الحاجه، شنو هو الاصل اللي عندك من هذا المشروع؟ فين هو الاصل في المشروع؟ الاسيتس
لانه السكيلين كيعني انك انت عندك اسيت، عندك اصل. المشروع اللي ما عندوش اصل ماشي الاصل زعما تسمى الاصل التجاري، الاصل التجاري شحال بحال هكا ممكن نهضروا على الاسيت زعما واحد الحاجه اللي غتعاود جينيري لك الفلوس من بعد وغتكبرها وتقدر ديفلوبيها. بحال دابا كنهضروا على مثلا على الاجنسيز، نهضروا على اجونس، اجونس ماركتينغ ولا اجونس ديال ديجيتال، كي غتسكيلي غتسكيلي بجوج الحوايج باينين، سواء غتسكيلي بلا كاليتي ولا طالون اللي عندها في الاجونس، سواء غادي تسكيلي بالكونتيتي ديال الخدمه اللي كدير وغتبقى موين قام موين، يعني غتهبط لي بري تكثر الخدامه وغتبقى تجينيري الترافيك بزاف وغادي تبقى تجيب الخدامي بزاف وغتربح في الكونتيتي ديال لي كليون. وكاين هنايا الكوتي كاليتاتيف، هو واحد لاجونس كتقبل ثلاثه ديال لي بروجي في العام ضربه فيهم واحد 50 مليون ديال الدرهم في العام. يعني هنا كنهضروا على جوج ديال لي تيبولوجي، ولكن قابل للسكيلين. كاين واحد النيفو واحد اخر ديال السكيلين ديال لي كونسلتون، مثلا واحد سيت كونسلتون في الاول كيبدا في انه كيدير الخدمه بلاصتك داكور، بحال دابا جدي نابورت كوا انت سي كريم بديتي بواحد النيفو ديال انك نتايا جدي نابورت كوا انت كدير انت هو المقدم، وانا عارفك دابا انت كدير دي فورماسيون، فانتقلتي من تقديم فقط لوليتي كتهضر تقديم وكتنظر فيه وكتعلم ناس اخرين، هذا راه سكيليتي. اجي فاش توصل لواحد النيفو ديال انك انت كدير دي زيفينمون خاصين بالتقديم والصحافه وكيفاش تقدم الهوستين، هنا كتولي تعلم الناس كيفاش يوليو مقدمين وكيفاش انهم حتى هما يوليو يديروا دي فورماسيون. يعني سكيلين خاصك تكون فنان في التفكير وتشوف لوبورتونيتي فين كاينه. مي بيان سور انا فاش كنهضروا على مثلا جو دي نابورت كوا كاين دي برودوي اللي في الاول كيكون الناس شارينهم على ود واحد الحاجه وفي الاخر كيشريهم الناس على واحد يستعملوهم في حاجه اخرى. ولا كان داك لونتربرونور ما مشاش تبع المارشي وبزز بغى يبيع ديك الحاجه لديك الناس غيمشي يخرج من السوق. كيقول لك القاعده بيع البرودوي للناس لداكشي اللي بغاوه ماشي لداكشي اللي بغيتي انت. شحال من برودوي معروف في القصص ديالو دار نوت صوب في الاول على واحد لا غيزون في الاخر الناس استعملوه بواحد لا غيزون وحده اخرى. سير معاه حد المارشي سكيلين حد المارشي سكيلين سي اباوت نمبرز. الا ما عندكش الارقام ديالك قدامك ما تسكيليش اصلا. فكرتيني هنا في واحد الجمله اللي تيقول لك الراي ديالك ما يمكنلكش تعتمد عليه كاستراتيجيه. رايك هذاك كيبقى رايي. كل اشوف كل واحد في الدنيا عنده الاطنان ديال الاراء مستعد انه يلوحهم. فاش قال لك المهم كيقول لك الجحيم هم الاخرون ودابا ماشي لديك النيفو، لاني الواحد خاصو يحضي راسو في البيزنس لانه والديك غيعطيوك اراء، الجيران غيعطيوك اراء، في السوشيال ميديا غتلقى صانع محتوى غيعطيك راي في رياده الاعمال، غتلقى فيديو في يوتيوب ديال واحد كيقول لك خمس اخطاء تجنبهم وسوف تنجح في اعمالك. يعني خاص الواحد يرد البال منين كياخذ المعلومه لانه فاش كنهضروا مثلا على الكتب هذيك النهار اونتر بارونتيز خليتها في ستوري قلت لهم بين كاينين شي كتب المميزات ديالهم شنو هما كيتبعوا بزاف بون صافي الفانل ديالهم مزيان. المشكله شنو هي؟ هو بنادم كيصيفط لي ميساج فوت شنو هما هاد الكتب يعني هذا هو اللي كيتنصب عليه جوج مرات ماشي غير مره. يعني ما فهمنيش اصلا شنو بغيت نقول لي جاتني شنو تقصد. انا نقول لك الكتب اللي بصح فيهم المعلومه صعيب تقراهم. كلاسيكيين تقال كلاسيكي ما فيهش تصور. عقلت باش كنت صغير شي كتاب ما فيهش تصور ما كتفرجش فيه لا ميم شوز. كتاب ما كيعاودش لك قصص ديال كيفاش كنت غادي في الطريق وطحت ونضت وكملت موتيفاسيون. لا كيجي عندك كيقول لك درنا تجربه جبنا واحد الفروج وجدينا داك الفروج مثلا نعطيك واحد التجربه مثلا غتجي واحد الكتاب غتقراه كيجي عندي شي واحد كيقول لي بغيت شي كتب على البيع كنمشي كنقول له سير قرا العاقل. كيمشي يقرا على الانسان كيفاش تطور. كنقول لي قرا العاقل. كيجي عندي عاوتاني كنقول شي كتاب اخر كنقول ليه قرا الفرويد قرا كارل يونغ كيتسناني نقول ليه كيف تبيع اي شيء لاي انسان حيت باغي الهاوتو بالزربه. ما كاينش هاوتو. الهاوتو اوكسيليير هاوتو مطرقه. ودابا انا وياك اخي كريم زعما ما كندمينيوش من راسنا ولكن عشان نعرف قدرها انا وياك نمشيو دابا للدروغري
غادي نجبدوا لا كارت كيشي غادي نشريو انا وياك السيمه والبيط ونشريو الكايص وغنشريو الرمله وغنشريو برويطه وغنشريو الباله وغنشريو الملاسه وغنشريو غير بنيو انا وياك وطيله خي كريم تسناونا الناس يفاجئوا بكري ما نقدروش نبنيو علاش ما عندناش لابستري عندك غير الماتيريال هذاك هو فيسبوك ادز هذاك هو لي تكنيك هذيك هي ايضا عندك شي الحرفه نسميوهاك لابستري لابستري نقول حاجه حتى الحرفه الحرفه جايه من البراتيك لابستري حاش كاين جوج انواع ديال نقول لك القوه الحقيقيه ديال الانسان هي الخيال علاش لانه الانسان في الاول كان شنو لقى كان عنده ديك الكوكوه خاصو يشدها يقسمها على جوج فهمتيني هو اصلا كيشوف ديك الكوكوه كان كيضرب بها صاحبه ما كانش اصلا صاحبه واش فيها الماء لداخل واحد النهار عليه في لطاح على واحد الحجره تشقات صرف ديك الماء لقاه مبرد وداق هذيك عجباتو وباقي ديك الساعه فهمتيني العقل البدائي بقى كيتسناها طيح شويه فهمتيني لا كيفهم ولا كيزعزع الشجره طاحت عرف انه القوه ديال هذيك كتضرب العيبه شنو دار ولا كيطلع للشجره كيهبط ديك الكوكوه كيهز ديك الكوكوه كيبقى يضربها هو مع الحجره فبقى كيعيا قال اجي كيفاش نقدر نهز انا الحجره نضرب بها الكوكوه بقى كيهز الكوكوه الخيال اصاحبي هذا كله خيال بنادم كي ايماجيني سكيل بو فير لانه الانسان قبل لقاوه راسه من النمر في الكهف فهمتيني اجي كيسدي شنو غيدير يهز حجره غيربطها مع واحد القن بواحد اللعيبه بواحد العصيه هادشي كانت في الخيال ديالو قبل ما تكون حقيقه فبالتالي الخيال نوعان الخيال التركيبي والخيال الابداعي الخيال التركيبي هو فاش كتولي تبني فكره من الطوب اللي عندك ديجا شنو هو التركيبي هو كتعاود تركب نفس الافكار اللي عندك فهذا هو اكبر نسبه من التفكير كيكون خيال تركيبي هو الاكبر لانه دائما كل نهار فاش كتكون طاح في حل اول حاجه كتفكر فيها هو عقلك كيبقى يحسب كاع المعطيات كيبقى يحسب كاع كيدير واحد المعادله وكيبدل في المعطيات على حسب الافكار اللي عندك باش يلقى اقرب حل على حسب داكشي اللي عندك ديجا الخيال الابداعي كيبدا ملي ما كيكونش عندك اصلا حتى حل وبعض المرات ما كيكونش حتى مشكل وكدير ما يسمى بالاستشكال هو انك كتقلب على واحد المشكل حتى حد ما كيشوفه هي فاش كيكون مشكل ظاهريا بين الناس ولكن باطنيا هذاك المشكل ماشي هو المشكل كاين مشكل اخر موراه الا صلحتي غيتصلح داك المشكل بلا ما تقلب على حل العرض كتصلح المرض فهنا كيولي الخيال الابداعي هذا الخيال الابداعي هو اللي كنهضروا على التكنيسيتي قبيلات كتولي انت ديك لا تكنيسيتي فقط كتطبق بها الفكره الابداعيه اللي جاتك في الخيال كترد حقيقه ما هو الا حلقه لا تكنيسيتي ما هي الا حلقه ما بين التنظير ديالك وما بين الفكر ديالك وما بين القوة ديالك الخيالية الإبداعية وما بين أنك ترد حقيقة بحال لي ديك النهار هضرت على إسماعيل كنجلس مع فوان وإسماعيل وكنشوفوا شي سيتياسيون داز وكتبان عادية وكنجلس بقا نقولوا لا هادي بلاتي واش هاديك عادية لا ما عادياش تخيل بأبل وحدة اكثر من 20 ديال الناس خدامه صيبات واحد اللعيبه كنقول لك حنا ما صايقينش على الاخبار نهار تقدت ديك اللعيبه وصلات هذه راه قوه امره قوه الامر الاوامر امر نزل من عنده ديريكتور جينيرال اللي هو اسماعيل نزل عند واحد الشخص اللي هو مسؤول شنو هي مسؤول كطرح عليه السؤال كنقجوه هذاك المسؤول اللي شتت ديك الامر شتتو على بزاف ديال الناس راه ماشي حاجه حديات زعما راه الواحد خاصو فريمون يبدا يركز في البيزنس ويعرف راسو واش هو نيت واش كنهضروا على البيزنس البيزنس راه ماشي شنو عارف البيزنس شنو كدير شنو عارف وكم من الاشخاص يعلمون عرفتي شنو هو الا بقى كيهضر لك انا ما نعرف شنو ولكن راه تشوفوا شنو كيدير الحاجه الوحيده اللي عارف هو عارف فهمتيني الحاجه الوحيده اللي عنده هي عارف هو تسولو جاوبك ولكن راه ما كيديرش انه فورد فاش سولوه قالوا لي واش انت متعلم ماشي متعلم قال لهم شنو هو المتعلم بعدا اجي نحدوه قال لهم نابليون هيل المتعلم هو الشخص اللي كيلقى المعلومه ملي كيكون في حاجه ليها بوين ماشي بالضروره يقراها باش يحفظها بحال دابا واحد السيد ما قاريش قدامه تليفونات مثلا كيف ما قال نابليون هيل بالنسبه لفورد نيت احتاج لشي معلومه في الكهرباء كيصوني على الانجينيور ديال السلام عليكم هاد اللعيبه ديك انا كشخص انا جو سي با ان ديفلوبر انا ماشي ديفلوبر ما كنعرف نكتب زستر بالكود كان جيري تيم ديال ديفلوبرز علاش انا فقط واحد السيد كيعرف يهضر مع الديفلوبر
كنعرف واش كيصلح الديفلوبمون، كنعرف كيفاش نحلوا مشاكل بالديفلوبمون، ولكن كنعرف نفكر بلغه البرمجه. الاخرين كيعرفوا يكتبوا لغه البرمجه. انت الاركيتيكت ديال تقريبا ما عنديش ما عنديش البروفيل ديال الاركيتيكت باش ما نكذبوش على راسنا، ولكن فكريا الا جينا نشوفوا الا جينا نديو على لاتاس ديال لاتاس ديال بيرسوناليتي ديك سميتو كاع بروفيل بروفيل اركيتيكت، ولكن زعما كشخصيه ولكن زعما كسيرتيفيكال لا. انا فكرتيني فواحد النقطه واحد الفكره اللي مؤخرا كنت فكرت فيها وسجلتها اوديو على اساس انني نقدر نديرها في وحده من الفيديوهات، هو انك فاش كتشوف جوج الناس ولا كتناقش مع الناس كتلاقى مع واحد النوع اللي عنده اراء عنده افكار وفي نفس الوقت عنده نتائج، لان قلتي المقاوله هو انني شنو كندير بداكشي اللي كنعرف. فملي كتهضر مع واحد اللي عنده اراء وعنده نتائج كتلقى عنده قابليه اكبر على انه يسمح في الراي ديالو ولا ما يكونش متعصب للراي ديالو ويخلي بلاصه للراي ديالك. بينما فاش كتلاقى مع شي واحد اللي عنده راي ولكن ما كايناش النتيجه، عنده افكار واراء ولكن في الواقع ما كاين 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 واخا نقولوا والو ما كايناش، ممكن داك والو اللي ما كاينش كتلقى شاد في داك الراي ديالو لان بحال تيعتبر انه الحاجه الوحيده اللي عنده. حيتاش كتحيد ليه القوه ديالو. تخيل دابا انا ديك المكانه هي القوه ديالك وبغيت نقنعك ان ديك المكانه خايبه، راه غتضربني اخي كريم. تخيل انت كلك واقف على ود ديك المكانه ونرجع عندك نقول لك راه ديك المكانه خايبه. صعيب داكشي علاش تربط بالنتائج. دونك داكشي علاش انا في نظري فاش تكون تناقش مع شي واحد اللي عنده هالراي ما تكونش خصنا نخليو بعضياتنا البلاصه. مصطفى محمود قال في واحد الفيديو كنصيفطو له اسماعيل واحد النهار بانه اذا كانت شي قوه عند الانسان هو انه انسان متكيف ومتغير، فما تغيرتيش هتموت. البقاء الاقبل الاكثر تكيفا وتكيفا فكري، لانه حنايا حنا انسان خلقنا الله سبحانه وتعالى، حنا ماشي دجاجه كتشبه الديناصور ولا حنا التطور اللي تطورنا عقليا فكريا، فبالتالي البقاء الاكثر قابليه للتغيير. ف بنادم خاص يكون مستعد انه يتغير بزاف فكريا ولكن ما يغيرش الهدف، يغير الوسائل والطرق. وربما حتى اللي كيعزز على الفكره اللي قلتي هو ان التعريف البيولوجي للذكاء، ملي كتمشي تقلب على ما هو التعريف البيولوجي للذكاء هو القدره على التكيف. ما قلبش عليها صراحه، وانا زعما ميك سنس زعما معقوله زعما الا كنا نسولوا هكا، لانه في الاخر الهدف الاسمي هو نبقاو حيين ونعيشوا بسلام وبصحه جيده حتى نموتوا موته مستوره. وبيان سور باش دير هذا الشيء خاصك تعيش مع الناس وتعيش مع العالم اللي داير بك، فبالتالي كيف ما كنقولوا كاين شي حوايج كتسيس فيهم، كاين شي حوايج كتجاوب عليهم، كاين شي حوايج بحال دابا الواحد خاصو يحمي راسو. حاش بعض المرات كيف ما قلت الاراء كيتكبوا من جميع النواحي، وبعض المرات راه واخا تكون انت واعي لواحد النيفو ما يمكنش راه غياثر عليك الانتوراج بالافكار ديالو ما يمكنش. ديما كنقول اسمعي بحال ديك المكانه الا بقيتي حاضيه ما عمر ديك اللعيبه تبان لك كتحرك، ولكن كتغفل عليها كتدور كتلقى نفس الشيء الانتوراج. فاش كتبقى حاضيه كتقول ما كياثرش عليا، كدوز 5 6 سنين فيو مشيتي فيها مشيتي فيها كتلقى راسك واحد الهوده ما عمرك كنتي كتوقع انك غتكون فيها. ويلا مشات تبع دفع فيقك الضمير واخا انت في الهوده حمد الله الى بعدا غير الى عرفتي. فبالتالي لونتوغاج الاراء اللي دايرين بك كياثروا بك، السوشيال ميديا نيوز هادو كاملين كي 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 كياثروا هادو كاملين كياثروا. ربما حتى في المقاوله راه بحال هاد لو سونس ديال لادابتاسيون في المقاوله تيكون اقوى، لان الموت ديال الانسان العادي الموت العادي كيكون شي حاجه اللي خصها واحد الضوء الاشياء اللي كتضغط عليها اللي شويه كبيره وصعيبه وبعيده، ولكن موت مقاوله هو سريع بلي ستاتيستيك. مزيان نزيدك مثل ستاتيستيك، حيتاش بعدا الا كان عندك لي ستاتيستيك كتعرف راسك كتموت وهذه حاجه مزيانه. الا ما كانش عندك لي ستاتيستيك فغتموت، غتلقى راسك انت هي شابح في السوق بصح راسك راك باقي عايش ترى مقجوج. بعدا الا قلتي بعدا لي ستاتيستيك راه درتي طوب اخي كريم، لانه بعدا على الاقل راه عرفتي راسك كتموت، ولا عرفتي راسك كتموت راك بعدا غتسول علاش، ولا سولتي علاش غتبقى تفكر في الاسباب اللي غادي يخليوك نديرو لك ديك النبضات القلب.
اما سينو الا ما كانوش عندك لي ستاتستيك ما غتعرفش راسك واش كتموت ولا ما عرفتيش راسك واش كتموت ما غتسولش ولا ما سولتيش فبيا سوم غديتي شي سبب درتي شي سبب غتبقى عايشه حتى لواحد النهار وغادي تغفل غادي تقول واو علاش سكتت لي يلا شري علاش هادي علاش ما قدرتش نخلص غتعيش واحد ستريس زعما الموت ديال الشركه بعدا الا عرفتي راسك كتموت راه بعدا في طريق صحيح. شنو هو احسن سؤال سولوا لك شي واحد جاك في كونسلطاسيون ولا تلاقيتيه في شي كونتكست بروفيسيونيل؟ عجبك السؤال او لا السؤال اللي عجبك فيه هو خرج منك شي جواب اكسبسيونيل عنده علاقه بالدومين ديالك؟ بيان سور. هو في الحقيقه ماشي سؤال ولكن الطريقه باش تسول السؤال حيتاش لا ماجوريتي ديال لي سيسيون ديال لي كونسلطاسيون كتلقاني في الناس في الاول من الكونسلطاسيون خدام على انني نعلمو كيفاش يطرح السؤال بطريقه صحيحه. تسكون انت اللي كتسول خاصني نوجهو انا يطرح السؤال لانه اصلا ما عارف شنو باغي الا واحد لو جون اللي غتكون عنده 19 سنه تقريبا اللي السؤال ديالو كان ستيك تو دو بوينت شاف انا كندير كذا لكذا كنوصل كذا لكذا عن طريق كذا وانا دابا كندير قدا وقدا تربيت ندير قدا وقدا بلا ما نوصل لقدا وقدا بلا ما يوصل لواحد الشيفر بلا ما يوصل لا واحد لا سيتياسيون بلا ما يتقاس لا ريبيوتاسيون بحال نقول لك مثلا انا واحد الدري جواد كنعاون لي سوسيتي انهم يدوبليكيو لي شيفر دافير ديالهم اترافير لي بروسيس دو فونت ديجيتو ودابا حاليا كنديروا في الشركه ديالنا واحد 200000 درهم في الشهر وبغينا نوصلوا لمليون ديال الدرهم في الشهر من هنايا 6 شهور بلا ما نتوشيو لا ريبيوتاسيون ديال لاجونس. عطيني سؤال عطاني كاع لي كونديسيون عطاني لوبجيكتيف انا غندير الهندسه العكسيه بدوك لي تكنيك اللي عندي. كنقول لك الجواب كان اوكي. الشرط الاول ها كيفاش غادي نيفيتيو الشرط الثاني ها كيفاش نيفيتيو الشرط الثالثه كيفاش نيفيتيو ها لوبجيكتيف اللي غنوصلوا ليه ونيفيتون هاد الشروط. حيتاش قلتي ليش السؤال اللي خرج ما احسن منك الوغ كل قوه كاينه في السؤال حد ذاته لانه بعض المرات كنقول لك الا 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 كنا باغيين شي حاجه وما قدرناش نوصلوش للحل حنا راه ما عندناش السؤال الصحيح فبالتالي كنجاوب راسي الجواب اللي بغيت نسمعو وكندور نشوف شنو هو السؤال اللي سولته باش نلقى داك الجواب. تخيل تخيل دابا انا باغي واحد الجواب كنتخيل راسي جاوبته وكنقول شنو هو السؤال اللي الجواب ديالو هو هذا الجواب. انا شوف والله العظيم زعما شي زعما ماشي هي البيزنس والله حتى الحياه كامله راه هيك الدنيا ساهله خاصك تبقى تغفلها الا جيتيها فاصه تغلبك خاصك تغفلها بعض المرات راه هكا راه هكا فهمتيني وكتغفلها تخافيغ الكيلو 400 غرام ولا 700 غرام اللي عندنا في عقلنا. فبالتالي كانت القوه في كيفيه طرح السؤال انا عارف شنو باغي عارف شنو هو الحوايج اللي ما باغيش بغيتي تعرف كيفاش دير لهم. فهاد السؤال هذا وتبارك الله ديك لا بيرسون يعني درنا مع دي ريزولتا واعرين علاش انا بيرسون كتابليكي بيرسون اسيدويت وكتعرف كما قلنا كطرح الاسئله. اما زعما شي اسئله اللي خرج مني ما احسن زعما كوتي ابستر الاغلبيه ديالهم كيكون اسماعيل بصراحه زعما الجلسات اللي كنكونوا اونصومبل زعما كيكون مسدود في البيرو ولا في الطوموبيل ولا كوا كسوسوا يعني فريمون غتقولها واحد جوج حماق جالسين كيهضروا ولكن زعما لي نيفو ديال لي كيسيون يعني كنكونوا اونصومبل. شنو احسن كتاب قريتي لحد الان؟ بلو مالان كو لو ديابل بلو مالان كو لو ديابل ديال نابليون هيل. نابليون هيل خرج دين كانت غروريتش الكتاب ديالو يعني مشهور بيان سور وهذيك المهم كانت عندي معاه قصه. هو فاش كنت سالاريي كنت مشيت ميسيون واحد لي 3 موا لتكنوبوليس وكان ديك الساعه الكار كيبدا من عندي من يعقوب منصور وكيدور على الخدامه كاملين فين ساكنين. كنقول لك راه كيدير واحد ساعه ساعه ونص في الطريق يعني والخدمه كتبدا مع 6 اور اتونسيون ديك الساعه باقي انا ديك الساعه خدامه على سيرفر انترنيت اون باغال ياب غنبداو تقريبا مع 7 يعني خاصني نفيق انا واحد 5 الصباح تقريبا 4 ونص باش نركب داك الكار باش نمشي نبقى خدام حتى الخمسة د العشيه ولا 4 د العشيه وعاوتاني ساعه ونص في الروتور. فديك السيمانه الاولى كنت معصب صراحه لانه كيضيع عليا الوقت بزاف وكنجي مهلوك فشنو غادي ندير
غادي نولي نعمر داك الوقت باوديو بوك تي كتقولوا لي قراتو شي 5 المرات ابري ولات كنديروا لي زوديو بوك حيت كل مره كتبقى تانسبيرا ديك المشي ديال ساعه ونص ولات كنصنت فيها الاوديو بوك كنحبسو في الروتور عاوتاني كنطلق فين بقى داك الكتاب تصور كل نهار المده ديال 3 مو تقريبا نفس الكتاب كيتعاود شحال تياخذ لك الوقت باش تكمل 7 السوايع تقريبا فيه هو يعني تقريبا ساعه ونص ساعه ونص 3 السوايع يعني تقريبا يومين ونص كي يومين تقريبا كيكمل وشحال من شهر قلت لي تقريبا شي 3 مو تقريبا نحيدوا واحد 15 يوم الاولانيه ما كنتش كنسمع الكتاب كل مره كنعاود نسمع الكتاب كنديتكتي فيه شي حاجه المهم عرفت بانه داك السيد يعني لانه نابليون هاد راه كتبو في 1910 ولا 1920 يعني كتاب قديم واحد النهار نكتشف انه عنده واحد الكتاب اخر سميتو فيسين دو دافر ولا بلي مالان كلو ديال زيد داك الكتاب هو النص ديالو كيعرف بالستريس شنو هو كيعرف بالخوف شنو هو هو اون جينيرال كيهضر على الخوف والنص ديالو سي تان ديالوغ افيك لو ديال هو سي تان ديالوغ ايماجينير ولكن راه واحد النيفو ديال لي كيسيون كيطرح وعقلك كيمشي بانه راه فريمون سي لو ديابل كي ريبون ما يمكنش اصاحبي راه ما يمكنش كيفاش كيكريتيكي لا سوسيتي ما يمكنش كيفاش كيكريتيكي التفكير ما يمكنش كيفاش كيخليك انك تحيد واحد المينوط عندك في يديك ما عمرك شتي كاملين لابسينو ما عندناش ما عارفين واش اصلا واش كاين بارمي او الخوف من الفقر الخوف من الموت الخوف من شكون هو احسن ماركتور في العالم صعيب ديسيدي لانني انا تبنيت من بزاف ديال الناس تبنيت من 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 لي تيوري ديال جوردن بيلفورد سترايت لاين تبنيت من لي تيوري ديال سام افنس تبنيت من لي تيوري ديال دافيد اوغيلفي تبنيت من لي تيوري ديال غرينز كاردن تبنيت من لي تيوري ديال شي ديال نابورتو كوا فهمتيني تبنيت من بزاف ديال الناس كل واحد عنده شي حاجه كل واحد عنده بركه كيف ما كنقولوا حتى انا كنغاسومبلي داكشي وكنعاود فهمتيني يعني كل واحد عنده بركه ما يمكنش تجزم تقول هذاك هو احسن واحد في العالم لانه ما كاين حتى شي واحد احسن في العالم دائما كاين واحد احسن من الاخر دائما دونك ما كاينش واحد كاينش واحد ميكس شنو هو السؤال اللي كنتي باغي نطرحه عليك في هذه الحلقه وما طرحتوش بالعكس انا نسيت اصلا واش زعما كان خاص شي سؤال يتطرح نكو دابا بالنسبه ليا كان امن بانه في هذه الدنيا سبحان الله الا كانت شي معلومه خاصها توصل دابا لشي واحد كيشوف هذا الفيديو 100% كان الله يكتب لها انها تطرح وطنكم ما تطرحات فراه حتى واحد مكتوب عليه بوين والا ممكن تلخص ليا في دقيقه هادشي اللي قلنا كامل واللي ممكن ان الا سمعوا شي واحد يعرفنا بالضبط علاش هضرنا في هذا اللقاء اللي كان فيه اكثر من ساعه بحال غتصايب تيزر الا كانت شي معلومه مهمه ولا شي حاجه انوفاتيف اللي طرات في العالم ولا شي حاجه اللي شقلبات العالم ولا شي حاجه اللي اكتشفناها وعرفناها وقدرت تخلينا اننا نكونوا داكشي اللي بغينا فرحنا عرفنا غير راسنا ما كناش عارفين راسنا كما يفكر الانسان يكون الفكر افكار كطيح عليك اكثر من 60000 فكره في النهار انت كتوبتيميزي على الافكار اللي عندك على حسب فاش كتفكر داكشي اللي كيكون قدامك داكشي اللي كتفكر فيه هو اللي كيتحقق قدامك كواقع فبالتالي عرف فاش كتفكر باش تعرف تلقى شنو بغيتي جميل اخر سؤال غادي نسولك عنده علاقه باللي جينيراسيون الجايين دابا كنسمعوا على لونغلي في الاعدادي في الابتدائي تغير هذا الماركتينغ وقتاش خصو يبدا يتقرا وعلاش الماركتينغ يعني باقي لحد الان زعما مش كنكونوا واقعيين لا سورس ديالو هي اليو اس يعني لا في لوروب لا في لافريك حتى في لي بي زعما دي غولف زعما في الخليج يعني كاملين زعما الماركتينغ ديالهم يعني كاين شي حاجه كيخرجوها هما زعما بكل واقعيه ضعيفه يعني كيبقى في اليو اس بيسكو هما اللي بداو فبالتالي الماركتينغ علاش صعيب لانه لا بلوبار ديالو
دي تيوري وديك لي تيوري ما كتطبقو حتى كيتجوستيفيو وباش يتجوستيفيو خاص دي زيكسبيريمونطاسيون وانا في المغرب باقي ما عندناش دي زاجونس ديال الداتا باقي ما عندناش دي زاجونس لي التخصص ديالهم هو لي زيكسبيريمونطاسيون هو نجي عندو انا ونسولو نقول ليه حتى ليا دراسه بغيت نعرف شكون اللي احسن واش هاد لومبالاج ولا هاد لومبالاج قبل ما نطلع البرودوي اجونس كتشدها كتعطيها لهاد باقي ما عندناش هادشي فبالتالي هاد الناس هادو هما اللي كيبروفيو لينا لي تيوري حتى نكونوا يعني نجيبوا دي زونتربرونور يقراو يعني بكل بساطه يعني كتلقى واحد الاستاذ كيقري الماركتينغ ما عمره باع قرعه ديال الماء فهمتيني ما يمكنش يعلم كيفاش تبيع فهمتيني انا 20-80 فاش قريتها على اساس 20% ديال لي كليون كيعطيوك 80% ديال لي ديال الارباح في الشركه انا هكاك عرفتها فاش مشيت قريت الباريتو بصح وفاش شفتها في الدنيا عرفت بانه 20-80 كاينه في الدنيا كامله 20% ديال البلدان شادين 80% ديال الارض 80% ديال الارض تقريبا عامره بالماء 20% فقط للارض 80% ديال الدول كتوصلهم 20% ديال الشمس يعني فهمتيني كاين في الارض كامله فهمتيني الارض كامله هذا القانون كاين 20% ديال الجهد كيعطي 80% ديال يعني كون بقيت تابع داكشي اللي قال لي الاستاذ كون راه باقي دابا يسولني شي واحد على 20-80 نقول ليه هي الكليون اللي كيعطيو لها زيد الارباح يعني فبالتالي القوة النقدية الواحد ينتقد الأفكار اللي عنده ويقلب دائما على ما حسن. شكرا لك سي جواد. شكرا لك انت حوار كان شيق. دونك في هذه الساعة ولا ساعة ونص هضرنا فيها على الماركتينغ والسيلز ولكن بواحد شوية الفلسفة وفهمنا بأن فيها جانب كبير ديال ما هو نفسي وما هو اجتماعي من غير لي تكنيك اللي كنحطهم في الواقع وهذا الشيء اللي ربما رسالة هذه الحلقة هذه هو أي واحد تبيع شي حاجة كسوا في الاونلاين ولا اوفلاين خاص تكون عنده جانب اخر اللي هو فكري باش يقدر يصنع شي حاجه بوعي ماشي غير كوبي كولين. تلقاو في الحلقه الجايه. السلام عليكم.